بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب أداء قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء وضع حقنه. أخذه أربعة وهو معلوم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء قال: اللهم ارفع عنك الخفي والخبائث. أخرجه السنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا غلام نحوي ادراك من اداوه من ماء وعمدا يستنجي بالماء، متفق عليه. وعن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريد اداوه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب اداب قضاء الحاجة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. خرجه الاربعه وهو معلول. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء حملت أنا وغلام نحوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حملت أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإداوة فانطلق حتى توارى فقضى حاجته، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، اتفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة طلق حتى توارى عني، متفق عليه. آداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والمراد بالآداب تحلي بالأخلاق، تحلي الآداب التحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل، تحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل. هذه هي الآداب. وقضاء الحاجة المراد به قضاء الحاجة المراد به الغائط أو البول. الحاجة المراد بها الغائط أو البول، وقضاؤها المراد به تخلي منها وإزالتها، لأنها من المؤذيات، وإزالة آثارها. وذلك لأن الإنسان بحكم أنه يأكل ويشرب فهو بحاجة إلى
أن يخرج الفضلات التي تتحول من الطعام ومن الشراب، وهذا من نعم الله على عبده حيث رزقه الطعام والشراب ثم يسر له أكله والتغذي به ثم أزال عنه ما يؤذيه من مخلفاتهما. ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه لأهلكه. الله برحمته وحكمته جعل هذه المنافذ في الجسم التي تخلص بها الإنسان من هذه الفضلات الضارة، وهذا من ضروريات الحياة. ولما كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على المخرج شرع إزالة هذه الآثار لأنها نجسة، وإزالتها تكون إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة. فقوله آداب قضاء الحاجة يراد به ما يفعله الإنسان وما يقوله، عندما يعرض له قضاء الحاجة من بول أو غائط. الأقوال التي يقولها عند الدخول عند الخروج والمكان الذي يقضي فيه حاجته ومواصفات هذا المكان والحالة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة من جلوس وصمت واستتار عن الناس وإزالة أثر الخارج بعد الفراغ باستنجاء أو استجمار، كل هذه تسمى بآداب قضاء الحاجة. وهذا مما يفترق به الإنسان عن الحيوان. الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى وأعزه، ولذلك يختلف عن الحيوانات الباقية لكون الحيوان يخرج هذه الفضلات ولا يتخذ لذلك إجراءات. أما الإنسان فإنه يتخذ إجراءات لذلك تبقي كرامته وشرفه وتزيل عنه الآثار المكروهة المستخبثة، وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان وتمييزه على غيره من المخلوقات. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كان قضاء الحاجة يستدعي ستر العورة، قضاء الحاجة يستدعي كشف العورة ويستدعي وجود آثار بعد قضاء الحاجة، شرع له الاحتياطات التي بها يتقي هذه الأشياء. وهكذا دين الإسلام جاء بالكمال في كل شيء ونهى عن النقائص والرذائل والسفاسف، حتى إنه علم الأمة آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من اليهود لأبي ذر رضي الله عنه، قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، فما ترك هذا الدين شيئا يحتاجه البشر إلا بينه. حتى الأشياء التي عند قضاء الحاجة، فما بالكم بالأشياء الأخرى؟ دين كامل ما ترك شيء إلا وبينه للناس. وفي هذا رد على بعض الجهال الذين يستنكفون من ذكر هذه الآداب ودراستها وتبيينها
ويظنون أن هذا من الأشياء التائهة أو الأشياء التي يترفع عن ذكرها، وهذا من جهلهم، من جهلهم بدين الله ومن جهلهم بأحكام الشريعة، فهم يستثقلون دراسة آداب قضاء الحاجة، يستثقلون دراسة أحكام الحيض وأحكام النفاس والأشياء التي يرونها أنها يستحيى من ذكرها، فربما يعيرون العلماء بذلك ويقولون هؤلاء علماء حيض أو علماء نفاس أو ما أشبه ذلك من الكلمات الخبيثة. الله جل وعلا في كتابه الكريم ذكر أحكام الحيض وأحكام النفاس وذكر إتيان الغائط وذكر أشياء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة هذه الأشياء، فالذي يعيب ذكر هذه الأشياء يكون عائبا للكتاب والسنة، ولو أنه قصد هذا الشيء لكان مرتدا عن دين الإسلام، لو أنه قصد الاستهزاء بما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام لعد مرتدا عن دين الإسلام، لأنه يتنقص أحكام الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من، أو بل يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها، ويجب تدريسها للناس، تبيينها للناس، لأنها من أحكام الله سبحانه وتعالى، الناس بحاجة إليها، ويبتلى بها كل أحد، والناس بحاجة إلى معرفتها في دينهم، لأنهم لو جهلوها لاختل دينهم وطهارتهم وصلاتهم وانكشفت عوراتهم وتأذوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو مجالسهم. أو فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بين هذه الأشياء من أجل أن تكون الأمة كاملة في آدابها وأخلاقها وأمورها كلها، فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة. باب آداب قضاء الحاجة، ولذلك العلماء يذكرون هذا الباب في كتب الحديث التي هي أشرف الكتب بعد كتاب الله عز وجل ولا يأنفون منها. قال عن أنس رضي الله عنه، هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا، هرب أبوه مالك، هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره لملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه، يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا لأن الغائط أصله المكان المنخفض
الغائط المكان المنخفض. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخفض يستتروا به سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر يقال بر ويقال براز لأنه خال من الناس وبارز. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه كنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء المكروهة ويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، عما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها. هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء. إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر وأنه خلق من النور، يقولون خلق من نور أو ما أشبه ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح أنه ابن الله أو أنه جزء من الله وما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء هذا يفيد الاستمرار، يضع خاتمه، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة. إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته،
لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله، محمد ثلاثة أسطر، محمد سطر فوقها رسول هذا السطر الثاني، فوقها السطر الثالث الله، محمد رسول الله هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك، من أجل أن فيه لفظ الجلالة. لو صح هذا الحديث فهو يضعه من أجل أن فيه لفظ الجلالة. والخلاء لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله يضع خاتمه، يعني يضعه خارج المحل الذي يقضي فيه الحاجة احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه مكروه، فإذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه ذكر الله وجعله في مكان محترم ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشروع. والفعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية فقط، من كراهة أو استحباب فقط. فهذا يدل كونه صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه يدل على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، واستحباب وضعه في مكان منعزل عن الخلاء. ولا شك في ذلك عند أهل العلم، مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه أنه يسرق أو أنه يضيع فلا مانع أن يدخل به الخلاء، لكن يخفيه، يجعله في جيبه، أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله يجعله داخل كفه ويقبض عليه حيث يخفيه، يخفيه في جيبه أو في كفه ويدخل به للحاجة. وما زال المسلمون يدخلون بالدراهم وفيها لا تخلو من ذكر الله عز وجل، الدراهم الإسلامية لا تخلو من ذكر الله عز وجل من قديم، من وقت أن ضربت الدراهم في عهد بني أمية إلى وقتنا، والدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تخلو من ذكر الله أبدا، وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها، لأنها يخشى عليها، لأجل الاحتفاظ بها يدخلون بها في الخلاء هذا لأجل الحاجة. ولو أنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس اللي أبغى يدخلون كل يطلع الدراهم اللي معه ويصيرون السراق والمين يعرفون هذا ويلا يشلحون هالناس، هذا لا يكلف الله جل وعلا به ولا يأمر بإضاعة الأموال، يأمر بحفظها. قال أخرجه الأربعة، الأربعة المراد بهم أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة أصحاب السنن الأربعة. قال وهو معلول، القياس أن يقال وهو معل، من أعله يعله فهو معل. أما كلمة معلول فهي مأخوذة من عل يعل فهو معلول، مثل قتل يقتل فهو مقتول، لأنه ثلاثي، عل هذا مضاعف الحرف الثاني والمضاعف عن حرفين فيكون من الثلاثي، عل يعل أو يعل، عل يعل فهو معلول. أما أعله بالهمزة يعله فيقال فهو معل، هذا هو القياس. وهذا الحديث معلول بماذا؟ قالوا معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين ابن جريج
والزهري بين ابن جريج والزهري، لأن ابن جريج لم يأخذ عن الزهري، وقد روي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري، وبينه انقطاع، لذلك صار معلم بالانقطاع. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي ما عليه ما يأتي على البشر من قضاء الحاجة وغير ذلك من لوازم البشر، فهذا فيه رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الرسل، وأنهم ليس لهم شيء من صفات الربوبية، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر. المسألة الثانية، الحديث دليل على استثار، على الاستثار عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، والخلاء المكان الخالي، ففيه مشروعية الاستثار عند قضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان يكون في مكان خال ليس فيه أحد. المسألة الثالثة، كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الكراهية شيء مجمع عليه عند أهل العلم حتى من غير هذا الحديث، دخول الخلاء بالمصحف، دخول الخلاء بشيء مكتوب عليه اسم الجلالة، كل هذا مكروه دخول الخلاء فيه مع الإمكان، أما إذا لم يمكن فإنه يدخل ولا حرج، مثل الدراهم، مثل الأشياء التي يخاف عليها من السرقة أو الضياع. المسألة الرابعة، الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولا سيما إذا كان محتاجا إليه، يعني يكتب عليه اسمه ويختم به على الأشياء الرسائل أو الأشياء، ولا سيما إذا كان واليا أو قاضيا أو له صفة رسمية، فإنه بحاجة إلى اتخاذ الخاتم لأجل أن يختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا تزور ويحصل فيها تلاعب. فهي دليل على إباحة اتخاذ الخاتم، إلا ما جاء النهي عنه وهو الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب أو خاتما فيه ذهب، شيء من الذهب، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. خرجه السبعة، خرجه السبعة، مراد بالسبعة أصحاب السنن الأربع، والبخاري ومسلم، والسابع الإمام أحمد في مسنده. المراد بالسبعة السنن الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد، هذا اصطلاح المؤلف، إذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء. إذن هذا الحديث موجود في هذه الكتب. وقوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. ومثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام للصلاة. فإذا يراد بها هذا المعنى، وليس المراد أنه يؤخر هذا الشيء إلى أن يدخل الخلاء، يعني لا يقول بسم الله إلا إذا دخل، لا، بل كان يقول هذا قبل الدخول،
إذا أراد الدخول فاللفظ ليس على ظاهره. إذا دخل الخلاء، وعرفنا فيما سبق معنى دخل الخلاء، يقول بسم الله، هذا عند الدخول. ومناسبة قول بسم الله لأن موضع قضاء الحاجة محل للشياطين، خصوصا الحشوش والأشياء المعدة لقضاء الحاجة، حشوش والحمامات هي محل أو مأوى الشياطين، لأن الشياطين تألف الأشياء النجسة والأشياء القذرة، لذلك تكثر في الحمامات الحشوش المواضع القذرة. فإذا قال بسم الله سلم من شرها، لأنه إذا لم يسمي فإنها تتسلط عليه وربما يصاب، ولذلك تكثر الإصابة في محل قضاء الحاجة في الحمامات، لأن وقد يخبل الإنسان يصاب في عقله ويخبل، لأن الشياطين تتسلط عليه. فإذا ذكر الله قال بسم الله سلم من شرها ولم تتسلط عليه. الاسم حصن يتحصن به الإنسان، وقوله بسم الله يدل على أنه يقتصر على هذا ولا يقول الرحمن الرحيم، لأن يعني هذا ليس موضع لذكر الرحمن الرحيم، وإنما يكفي أن يقول بسم الله فقط. اللهم إني يدعو، بعد ما يقول بسم الله يدعو، أعوذ بك أي ألتجئ إليك وألجأ إليك من الخبث بضم الباء، جمع خبيث، جمع خبيث وهو الشيطان، فالخبث الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، جمع خبيثة، فهو استعاد من ذكران الشياطين ومن إناثهم، الخبث الذكور والخبائث إناث الشياطين. ورواية الإسكان أعوذ بك من الخبث بسكون الباء يراد به الشر، الخبث يراد به الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان، فيكون استعاذ بالله من الشر وأهله على الرواية الأولى من الخبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى الرواية الثانية الخبث والخبائث أي من الشر وأهله. وأصل الخبث، أصل الخبث الشر، الخبيث هو الشرير من كل شيء، من الدواب ومن الآدميين ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأمكنة، كل شيء فيه شر يقال هذا خبيث، هذا الشيء خبيث أي فيه شر. ويطلق الخبيث على الردي، على الشيء الردي، كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الطعام الردي، وكما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يراد به الردي وليس المحرم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، أن يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء، والحكمة في ذلك لأجل أن يسلم من شر الشياطين الذين يكونون في هذه المواضع القذرة، لا يتسلطوا على هذا المسلم ولا ينالوه بشر. فإذا أهمل ولم يقل هذا الدعاء فإنه قد عرض نفسه للخطر. هذا من آداب قضاء الحاجة الضرورية. فيستفاد من هذا الحديث كما تقدم من الفوائد، ويزاد عليها أنه قبل الدخول يقول هذا الدعاء، وقوله كان النبي إلى آخره، كان تفيد الاستمرار، أنه مستمر صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ولم يكن في بعض المرات فقط. أعوذ بك من الخبث والخبائث.
قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة مما وعنه فيستنجي بالماء عنه يعني عن أنس بن مالك. قوله غلام مراد به الصغير، الغلام يطلق على الصغير وهو من دون البلوغ سمى غلاما، وقد يطلق الغلام على الكبير سمى غلام من باب القوة، من باب القوة، فإذا قيل غلام للكبير فمعناه أنه قوي. ويطلق الغلام على الخادم أيضا، يقال غلام فلان يعني خادمه، خادمه طوف عليهم غلمان يعني خدم، غلمان يعني خدم مخلدون، طوف عليهم غلمان لهم يعني خدم. وقوله نحوي يعني في سني، لأنه رضي الله عنه كان صغيرا كما سبق، وهذا الغلام في سنه أيضا. أحمل أنا وغلام نحوي يعني في سني إداوة، الإداوة الوعاء الذي يكون فيه الماء، وعاء من جلد يكون فيه الماء، لا بد أنه وعاء صغير حيث يستطيع حمله الطفل. إداوة من ماء يعني فيها ماء. وعنزة، العنزة عصا صغيرة في رأسها حديدة محددة، بعضهم يقول العنزة هي الرمح القصير، الرمح القصير، عصا صغيرة فيها حديدة مدببة تركز في الأرض، سلاح، نوع من السلاح الخفيف اليدوي يدفع به الإنسان ما يؤذيه عند الحاجة. وكانت العنزة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وكانت أيضا تركز أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي، تكون سترة له، صلي خلفها تكون سترة، هذه العنزة. والحكمة في حمل الإداوة من الماء والعنزة من أجل أن يستنجي بالماء، ومن أجل أن يستتر بالعنزة، تركز ويوضع عليها ثوب ثم يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته، أو يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويستنجي من الغائط. الغرض من ذلك الاستتار بها. متفق عليه. فهذا الحديث يستفاد منه أولا مشروعية خدمة أهل الفضل، مشروعية خدمة أهل الفضل، لأن أنسا وهذا الغلام وكذلك المغيرة كما يأتي في الحديث الذي بعده كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خدم عليه الصلاة والسلام من أصحابه تشرفون بخدمته صلى الله عليه وسلم. ففيه خدمة أهل الفضل بحمل حوائجهم وتقريب حوائجهم، وهذا شرف للخادم. وفيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وفيه مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء معناها أنه يغسل مكان الخارج، يغسله بالماء، سمى استنجاء، من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، يعني يقطع أثر الخارج بغسله بالماء. تارة يستعمل الاستنجاء كما في هذا الحديث، وتارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعد. فإزالة الخارج إما أن تكون بالماء وهذا يسمى استنجاء، وإما أن تكون بالأحجار وهذا يسمى بالاستجمار، وإما بالجمع بين الاثنين، الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بعده،
فهذا له ثلاث حالات: تارة بالاستجمار، تارة بالاستنجاء، وتارة بالجمع بينهما. المهم إزالة أثر الخارج، هذا هو المطلوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أثر الخارج لأنه ينجسه وينجس ثيابه من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية أيضا، يضر بالصحة، ربما يكون في هذا شيء من حمل المرض أو انتشار المرض في الإنسان، هذا فيه ناحية طبية أيضا بعد الناحية الشرعية. وديننا جاء بالكمال، الأمور الشرعية والأمور الطبية، دين النظافة، دين الكمال، دين النزاهة. ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج. المسألة الثالثة فيه تهيئة ما يحتاجه الإنسان لقضاء الحاجة قبل قضاء الحاجة، تهيئة قبل، لأنه يعد الإداوة والعنزة قبل أن يباشر قضاء الحاجة، ففيه الاستعداد لقضاء الحاجة، استعداد لقضاء الحاجة بإحضار الماء للاستنجاء أو الأحجار، وإحضار الشيء الذي يستتر به إذا لم يكن في بنيان، إذا لم يكن الإنسان في بنيان، إنه يستتر إما في منخفض من الأرض أو من وراء جدار أو بشيء ينصبه كالعنجة ويضع عليه شيئا ساترا، هذا هو المطلوب. أما أن يقضي الإنسان حاجته أمام الناس وهم يرونه فهذا فيه محاذير: أولا فيه عرضة لكشف العورة، وثانيا فيه كراهية وأذية للناس لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون مشاهدته، فيه أذية للناس، عدم حياء. هذا هو الحكمة في اتخاذ هذه الأشياء منه صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لأمته. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة من ثقيف من أهل الطائف، وكان من سادات أهل الطائف، ومع هذا يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ويحمل المغيرة له الإداوة، قال: خذ الإداوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. هذا فيه استخدام، جواز استخدام الكبير لمن دونه، استخدام الكبير لمن دونه، وأنه لا غضاضة في ذلك، إن خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة هذا الشيء، فلا مانع من طلب هذا الشيء من الكبير، يطلب ممن دونه أن يخدمه، وليس هذا من الغضاضة بل هذا من الإكرام، لا سيما إذا كان الكبير له فضل علم أو عبادة وصلاح، فإن في خدمته أجرا لمن يخدمه. وفيه تعاون، ديننا دين التعاون أيضا، مثل المريض تعين المريض والضعيف تعينه، هذا من التعاون، فيه أجر. فخدمة الشخص إما لعلو شأنه وإما لحاجته إلى ذلك، لكونه مريضا أو ضعيف الجسم ولا يستطيع، فأنت تبادر بخدمته
رغبة في الأجر والأخوة والتعاون على البر والتقوى. قال خذ الإداوة، والإداوة عرفناها. قال ثم انطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. هذا فيه أن الإنسان يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة حتى يتوارى عن من يخدمه، توارى عن من يخدمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء يبعد، كان إذا ذهب يبعد المذهب صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. ففي هذا الحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى مشروعية خدمة أهل الفضل، وأن في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وفيه التعاون إذا كانوا ضعفاء أو عاجزين. ثانيا فيه طلب الخدمة من الغير، أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة أن يحمل الإداوة. ثالثا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع أثر، من أجل قطع أثر الخارج. رابعا فيه الإعداد، الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة، ولا يؤخر هذا إلى أن يقضي الحاجة ثم يروح يعد هذه الأشياء، لأن هذا فيه أذى وفيه ربما بقاء للنجاسة، والمطلوب المبادرة بإزالة النجاسة بعد الفراغ. ولو أخر يحتاج إلى بقاء النجاسة عليه، استمرارها معه حتى يعد هذه الأشياء، يحصل بهذا محذور. فتعد هذه الأشياء قبل أن يباشر الإنسان قضاء الحاجة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الاستثار عن الناس عند قضاء الحاجة، إما بساتر، إما باتخاذ ساتر، وإما بالبعد في الفضاء. إن كان الإنسان عنده مكان معد ومستور الحمد لله يدخل فيه، إذا لم يكن هناك مكان معد أن يكون الإنسان في سفر في بر، فإنه يستتر عن الناس بالبعد، بالبعد عنهم حتى لا يروه، يبعد في الفضاء حتى لا يروه ويقضي حاجته، حتى لا يروه وحتى لا يتأذوا برؤيته أو يتأذوا برائحته أو ما أشبه ذلك، أو يقدر عليهم المكان. كل هذا من المحاليل، فإذا أبعد انتفت هذه المحاليل كلها. هذا دين الإسلام، دين الكمال ودين الرقي والحضارة، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الصحيحة هي هذا. أما الحضارة في الرذائل واللعب واللهو والأشياء التي يفعلها الكفار، هذه ليست حضارة، هذه شر. الحضارة هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه الحضارة الصحيحة، الحضارة الحقيقية. أما حضارة الغرب بكشف عوراتهم وإهدار أخلاقهم، فهذا انحطاط، انحطاط، وإن سموه حضارة هو الانحطاط والسهول، وإن سموه هم أو سماه المغرور بهم حضارة ورقي. الآن عند كثير من الناس ما يفعله الغرب فهو الكمال، هذا يفعل في البلاد الراقية، ما يفعله الغرب هذا هو الكمال في أنظار كثير من الناس، تفعله الأمم الراقية يقولون، ولو كان عريا ولو كان تفسخا ولو كان انحلالا، يسمونه الرقي.
أما أهل الإيمان فعندهم الكمال والرقي هو ما جاء به الشرع المطهر وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الرقي وهو الحضارة. لكن الموازين تختلف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قضية الشيخ، هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه يكفر باستنجاء بالماء، فما معناه؟ وهل هذا صحيح علما أن هذا ذكره الإمام الصنعاني؟ نعم نعم، من العلماء غير مالك من ينكر الاستنجاء بالماء، يقول لأنه فيه مس للعورة، مس للعورة ومس للنجاسة، وكان العرب معروف عند العرب وفي الإسلام أنهم يستجمرون بالأحجار، يستجمرون بالأحجار ولا يمسون عوراتهم، وكان هذا هو المعروف في مكة، معروف عند المهاجرين أهل مكة الاستجمار، وإنما عرفوا الاستنجاء لما قدموا المدينة، كان الاستنجاء في المدينة لأنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يستعملون الاستنجاء، كان هذا معروفا في المدينة عند أهل المدينة. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو جواز الأمرين، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل مع من منع ذلك. وأما كونه يمس النجاسة أو العورة فهذا من أجل الحاجة، يجوز مس العورة من أجل الحاجة، مس النجاسة من أجل الحاجة وإزالتها وغسلها، هذا للحاجة، إنما يمنع من مس العورة ومس النجاسة عند عدم الحاجة. وما دام ثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. نعم. سيأتي هذا، سيأتي. نعم ورد أنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، سيأتي إن شاء الله. والحكمة فيه والله أعلم، يقولون أسهل، لأنه أسهل للخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإذا اعتمد على اليسار كان أسهل للخارج. نعم. هل يدل الشريط المستدل فيه بعد سورة من القرآن الكريم، وهل حكمه حكم المصاحف أم لا؟ الشريط هذا في الحقيقة شيء جديد حادث، ما كان معروفا عند الناس من قبل، والذي يظهر أنه لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف، لأنه ليس فيه كتابة، وإنما هو صوت محبوس فقط، ليس فيه كتابة، ومن نظر إليه ما إذا نظرت إليه ما تعرف فيه شيء أبدا. لا فرق بين الشريط المسجل والشريط الذي لم يسجل، ما بينه فرق أبدا، وما فيه أشياء تظهر، فليس له حكم المصحف. نعم. قضية الشيء إذا دخل رجل الخلاء إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح المسجل في داخل الأشياء القذرة في القرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة من أجل الصوت فقط. نعم. برا يقرأ برا عن المجد بن تيمية، نعم، ذكر هذا في ترجمته من محبته للعلم ومحبته لذكر الله، أنه ما يحب أنه يمر عليه وقت لا يسمع ذكر الله،
فكان يأمر من يقرأ خارج محل قضاء الحاجة، ما في مانع لو أنك تسمع الصوت وأنت من داخل أخر. نعم. وإذا دخل رجل خلاء إذا نقى المكان، إذا نقى المكان حصل المطلوب بحجر أو بطين قوي أو بمناديل خشنة، الشيء الذي ينقي المكان يحصل به المقصود، أما الأشياء التي لا تنقي هذه لا تصلح. المنديل الخشن يصلح لأنه ينقي المكان تماما. نعم. وإذا الشيء ما يحرم إلا الذهب فقط، غير الذهب لا يحرم ولو كان ثمينا، لأن الأصل في الأشياء الملبوسات، الأصل في الملبوسات الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. يجوز اتخاذ الخاتم من المواد الثمينة ما عدا الذهب الذي ورد النهي عنه. نعم. ورد لكن الذي يظهر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذكر في كتب الفقه لكن ما أعرف أنها ثابت في السنة. نعم. ورد لكنه لم يثبت بعد الخروج، يقول الحمد لله الذي غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. تسميه وهي متفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الاولى الاحتصار على الموارد الكريم. هذا مدار على الثبوت، اذا ثبت لا كلام لاحد، اذا لم يثبت فالاصل عدم المشروعيه، لكن الذي في بالي انه لا باس به بقول بسم الله عند الدخول، لان بسم الله تطرد الشياطين. نعم. الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله وهي الحمد لله والحمد وهي الحمد لله وهي الحمد لله والحمد لله وهي الحمد لله والحمد 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 لله. كان يلبس الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام أحيانا، ما هو دائما، كان يلبسه أحيانا، فمن لبسه فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان يحتاج إليه في العمل فلا مانع من ذلك، هم من الملبوسات المباحة. نعم. ومثل الساعة أيضا، وإن كان لبس الساعة شيء جديد حصل استنكار أول ما ظهرت، ولكن الصحيح أنه لا بأس بلبسها لأنها من نوع الخاتم، والأصل في الملبوسات كما عرفنا الأصل الإباحة، إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو بالكفار، ما كان فيه تشبه هذا لا يجوز، أو كان مما نهي عنه فلبس الذهب للرجل والحرير للرجل هذا فيه نهي يحرم على الرجل، ما كان فيه تشبه أو كان فيه نهي خاص فإنه يحرم على الرجل. نعم. ما عدا ذلك فالأصل الإباحة، من لبس الخاتم ما في مانع ما دام إنه غير ذهب ما في مانع، وهو مباح ما هو سنة. بعض الإخوان يزعم أن لبس الخاتم سنة، ما نقول إنه سنة، نقول إنه مباح لأنه من الملابس، الملابس على الإباحة، تلبس ما شئت من الأشياء المباحة. نعم. بين حديث المغيرة، بين هذا حديث المغيرة أنه قال ذهب حتى غاب عني، فالحامل يبقى في مكان معين والذي يقضي الحاجة يبعد، كما في حديث المغيرة، حديث يبين بعضها بعض، لا تقتصر على حديث واحد.
اجمع بين الأحاديث وانظر بينها. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، مثل كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. ومن الخطر ومن القصور في العلم أن الإنسان يقتصر على نص واحد دون أن ينظر إلى بقية النصوص ويجمع بينها. نعم. كلمة خبيث يقصد أنه وديه، يقال فلان خبيث، ما يقال فلان خبيث إلا إذا ثبت إن فيه خبث وفيه شر، أما مجرد الاتهام لا يجوز. وأيضا ما يجوز للإنسان يخاطب المسلم، يخاطب أخاه المسلم يقول يا خبيث، هذا لا يجوز، يا خبيث يا عدو الله يا فاسق، هذا جاء النهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا يجوز هذا، حتى ولو كان في شر في شيء من المعاصي لا يجوز لكم تتحيره وتخاطره بهذه الألفاظ النابية. نعم. لا شك يجب عليك القضاء، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، يعني تأخرت في القضاء، فتجمع بين الأمرين، أولا تقضي هذا لا بد منه، وثانيا تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. وإن الشيخ صليت خلف الإمام صلاة المغرب، وفي الركعة الثانية بعد الركعة جاء الإمام بدعاء القنوت، هل هذا العمل جائز؟ الركعة الثانية؟ لا، هذا غير جائز. القنوت ما يكون في الركعة الثانية، لما يكون القنوت في الركعة الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع وقبل السجود، هذا محل القنوت المشروع في الفريضة وفي النافلة، يكون في الركعة الأخيرة قبل السجود وبعد الركوع، وإن جاء به قبل الركوع جاز أيضا، وهو رأي لبعض العلماء، لكن الأرجح والذي عليه الأكثر أن يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. أما من جعله في وسط الصلاة إن كان متعمدا هذا يبطل الصلاة، وإن كان جاهلا فإنه يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عقد النية بصيام القضاء. نعم. رجل عقد النية بصيام القضاء، وفي الليل أطلع هذه النية، ثم في الصلاة بعد الفجر صام هذا القضاء، هل هذا الصيام صحيح؟ هذا الصيام غير صحيح. صيام الواجب من أداء أو قضاء، كل صيام واجب من أداء أو قضاء أو نذر أو كفارة يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ولأنه إذا أخر النية عن الفجر مر عليه وقت وهو لم ينوي الصيام، مر عليه وقت من النهار لم ينوي فيه الصيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف النفل، صيام النفل يجوز أن الإنسان ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل شيئا أو شرب شيئا بعد طلوع الفجر، لو أنه أصبح ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا بعد طلوع الفجر ثم بدا له أن يواصل الصوم جاز له ذلك، هذا في النافلة الخاصة. أما الصوم الواجب فلا بد أن يكون ناويا له قبل طلوع الفجر بحيث لا يمر بعد الفجر شيء من الوقت من غير نية. نعم. ولو بدأ الصوم لا بأس، واصل صيامه في الواجب، شرط في الواجب، أما النفل ما ينقطع إلا بالأكل أو الشرب متعمدا. نعم.
فلو بدال أن يفطر في النفل ثم تنازل عن الإفطار وقلب واصل يجوز هذا، يجوز عقد النية ابتداء ويجوز عقدها استدامة. النفل أوسع من الفرض، النفل في العبادات أوسع من الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. نعم. سبحانك ضمير الخطاب، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم بدون ضمير الخطاب، والواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة. ترك الضمير هنا هو الواجب. نعم. امرأة كانت في فترة الحمل في شهر رمضان الماضي مترحمة، عندما تكون صائمة في صبايا من وجود الأكل في معدتها ولا ترتاح حتى تتغير، تتعمد التغير لكي ترتاح، وفعلت ذلك في شهر رمضان الماضي عدة مرات ولا تعلم كم عددها، فهل يلزمها القضاء تعمد التغير؟ وإذا كان عليها القضاء فتلتقي علما بأنها لا تعمل عدة أيام. نعم عليها القضاء، إذا تعمدت التقيؤ عليها القضاء، أنه جاء في الحديث من قاء فليقضي، عليها القضاء لأنها تعمدت الاستحرام، وكونها لا تعلم عدد الأيام تقدرها، تقدرها بما يغلب على ظنها وتقضي، الحمد لله تقدرها بما يغلب على ظنها وتحتاط، لو غلب على ظنها مثلا أربعة أيام تجعلها خمسة من باب الاحتياط وهكذا. أما لو أنها أفطرت جاز لها ذلك، لو أفطرت ما دامت حاملا وتتوحم ويشق عليها الصيام يجوز لها الإفطار وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولو أنها أفطرت ولم تكلف نفسها بالصيام لكان هذا أفضل لها أخذا بالرخصة نفعا للمشقة، ما كلفت بالصوم في هذه الحالة، كان عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. قضية الشيء في فصل الشتاء خاصة يستخدم النساء وبعض الرجال الدهن أو يسمى الحازمين، السؤال ألا يحجب هذا الماء؟ لا يحجز الماء، الأدهان لا تحجز الماء أبدا، إنما الذي يحجز الماء الشيء الذي يتجمد على الجسم، يتجمد على الجسم ويمنع وصول الماء، مثل البويا في الجبس، يعني الأشياء التي تتجمد ويكون لها جرم، يكون لها جرم وغطاء يمنع وصول الماء إلى الجلد، هذا هو الذي يمنع صحة الوضوء. أما الأصباغ التي ليس لها سمك، الحنة مثلا وسائر الأصباغ المعروفة التي لا تتجمد، وكذلك الأدهان، هذه لا مانع من استعمالها، ويتوضأ الإنسان ويغتسل وطهارته صحيحة لأن الماء جرى، لأنه يكفي أن يجري الماء على العضو. نعم. إلى كم سنة يسمح للصبي بالدخول على النساء؟ ومن باب التنبيه، لأني سمعت كثر السؤال عن واحدة نفتة بجهل، لأن في المناكير والأصباغ السميكة يقول إن هذه مثل إن هذه تكون مثل الجبيرة ومثل الخفين يمسح عليها، هذا جهل، هذه فتوى جاهل لا يجوز العمل بها، ولا أحد قال هذا من أهل العلم، ليس لها حكم الجبيرة ولا حكم الخفين، يجب إزالتها، يجب إزالتها عن محل الطهارة، ولو مسح عليها ما صحت طهارته، لأن المسح توقيفي لا يجوز إلا في المواضع التي ثبت بها الدليل. كل الإنسان يفتي الناس وهو ما عنده علم، هذه مصيبة جدا، هذه الآن الفتوى أصبحت شرفة عند بعض الناس، ولا يتورعون عن الفتوى وهم ما عندهم علم ولا عندهم حصيلة ولا درسوا الفتوى، هذه غلطة كبيرة
نخشى من آثارها على الناس. نعم، فتوى ما هي بالشيء السهل، لأنك تخبر عن الله تقول هذا حلال وهذا حرام، وربما تغرر بالناس فيؤدون العبادات على غير وجه المشروع، وربما يتناولون المحرمات بناء على فتواك، وأنت الذي يتحمل هذا الشيء. إنسان في عافية لا يفتي إلا عند الضرورة، ولا يفتي إلا إذا كان عنده علم وعنده تحصيل. الواجب على الناس يتقوا الله في هذا الأمر، ولا يتسرعوا إلى الفتوى بغير علم. سمعنا أن بعضهم يسمع الأشرطة أو يقرأ من الكتب ويفتي الناس، وهو ما فهم ما في الأشرطة ولا فهم ما في الكتب، ويروح يفتي الناس، هذه مصيبة عظيمة. نعم. ما في معنى أبدا الحنة، ما في معنى لا في الرجلين ولا في اليدين، وفي اليدين ما يصبح خالف، لا بأس، الحنة مسموح لجميع أنواع. نعم، النساء ما يأثر أبدا، ما يأثر إلا الشيء الذي يتجمد للسمك، للسمك غطاء، غطاء على الجلد، الحنة ما له غطاء ولا سمك، إنما هو لون فقط. نعم. إذا كم سنة يسمح للصبي بالدخول على النساء؟ إلى البلوغ أو المراهقة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان الطفل ما عنده إحساس بالشهوة وتطلع إلى النساء يجوز، أما إذا كان عنده تطلع وهو المراهق أو القريب من البلوغ هذا يمنع. نعم. إذا كان عنده تطلع إلى النساء يمنع ولو كان عمره أقل من 10. إيه نعم. نعم. قد يحتاج كل واحد منا لأي مرض مبروك إلى شهر بعد أقربة من الوقاع المنتشرة في هذا البلد، لا شك أن الابتعاد عن المشتبهات مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، وهذه اللحوم المستوردة أقل ما يقال بها إنها مشتبهة، فالابتعاد عنها وتركها ما في شك أنها أبرأ للذمة. تشتري طعام، تشتري خبز، ولا تشتري اللحوم هذه إلا إذا كانت أسماكا أو كانت من ذبح البلد، إذا كانت أسماكا أسماك ما تحتاج إلى ذكاء، أو كانت من ذبح البلد هذه أيضا لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث، لأن ما يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الإباحة، أما المستوردة في محل شبهة كبيرة، محل شبهة كبيرة الواجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. ولا ضروري أنه يأكل لحم، إذا ما وجد غيرها يعبر بلي اللحم، يأكل طعام ويأكل فاكهة ويأكل. نعم. هذه تتلاشى، شيء يتلاشى على الحكم، يذهب مع الجبن ولا يبقى له جرم ولا حقيقة، إنما شيء يعني كان في الأول موجود وتلاشى وذهب ضاع، الشيء إذا تلاشى وذهب ما له حكم. نعم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بعض السلف فلا ينبغي، ولو فعله شخص لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن لا ينبغي فعله أنه لم يرد. نعم. قضية الشيخ، ألا توقف الدروس؟